السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا حبيباتي؟ نحن الحمد لله طيبين، بس نحن زعلان عليكم. اليوم عندي اتكلم هذا رسالة بتمنى يتوصلني على السعودة العربية، على الكل الجميع. عندي اتكلم على الأخواني، على الأطفال، على الأخواتي. يعني نحن أبشية، نحن بلاد نجاشي، بلاد. في عندكم بالسعودة العربية كتير، في عندكم أبشية، في عندكم بالجوات السجن يتعذبوها يتعقبوها، في ناس مساكنين، في عندكم أطفال، في عندكم حريم، في عندكم رجاجل يتعذبوا بالجوات السجن. هذا ناس مساكنين يطلعون برة البلاد يشتغلون، ياخدوا بالتاب بالحلالهم، يرجعوا على البلادهم، يساعدوا على الأهلهم. بس أنتو كل سنوات عندكم عقوبة، حدا سنوات كتير زيادة، ما أدري ليش تعقبوهم، ليش تسووهم كده. في عندكم يموتوا الأطفال، يموتوا على الجوع، يموتوا على البارد، يموتوا على التعبان، حرام عليكم. يعني هذا ماما ما تقدر تعطيها أرضاء عشان هي ما تقدر تأكل كويس. يموتوا على الأطفال على البلادكم بالجوات السجن، يموتوا حريم، يموتوا الرجاجل بالجوع بالبارد، بالأكل ما في كويس، بالريحة ما في كويس، محل نظافة ما في كويس. حرام عليكم، حرام عليكم، يموتوا بالبلادكم. مسلم هذا مسلم، انتو مسلمين، نحن مسلمين، كيف بالله عليكم يتعاقب على المسلم، على المسلم؟ وين دينكم؟ وين قرآن؟ وين حديث؟ وين زكاتكم؟ وين صلاتكم؟ رسول صلى الله عليه وسلم ما عقبوها مسلم مع مسلم، انتو تعقبوهم مسلم. هذا مساكنين، هذا مساكنين أطفال، أمس جو دنيا، اليوم تعقبوهم ما عرفون شي. في ناس ما عرفون يمين، في ناس ما عرفون يسار. ما أقول أنا كل ناس في كويسين، في ناس قلطان، يعني قلطان ناس ما ليش يتعقب، بس ما في قلطان ناس كيف يتعقب؟ بالله عليك أنت بالبيتك أختك تسوي قلطان تتعقب مع بعض ولا لا؟ ما تتعقب، بس غيركم تعقبهم كده. في مساكنين كتير ما عرفون ولا يمين ولا يسار، بس أنتو دخلتوا جوات السجن يموتون يتعبون، ما أدري وين بتوصلوه، ما أحد يعرف وين توصلوه. يموتون يتعبون بالجوع، يموتون بالبرد، ينومون بالأرض سيراميك، يلبسوا الكيسة الزبالة سودة كده، حرام. طيب خرمة في كتير بالجوات السجن، يجلحهم دورة يقولوهم استعملوها هذا طرحاتكم. كيف خرمة تستعمل هذا الطرحة على الدورة؟ بالله عليك أختك بتسوي هذا؟ ماما أنت تتسوي هذا؟ ما تسوي، بس حرام عليكم، هذا ناس مساكينين. الله سبحانه وتعالى ممكن طرارة واحد مويا من عيونهم ينزل بيكتب عليك. ترى الدنيا دويرة، ما تعرفون بكرة أنتو وين بيوصلكم، نحن وين بيوصلنا. بس أنتو بالبلادكم، هذا ناس مساكينين جو على البلادكم يبي ترزقوا يبي دوروا رزقهم، بس بالبلادكم في تعذبوهم تعقبوهم تدخلوها سجن تسووها على الكيفكم، حرام عليكم. خافوا من رب العالمين، اتق الله يا ناس، اتق الله يا ناس، من هذا مساكينين، من هذا أطفال يموتوا بالبلادكم. خلاص انتو ما تبوهم ودهم بلادهم، أرسلوها، لا تعذبوها، لا تعقبوها. دخلوا على الجوات السجن بالواحد ملابس قادوها بالسنوات، بالسنة، بالثمانية شهر، بالستة شهر. انت ما تجلس كده، واحد ملابس كيف احد يجلس كم شهر؟ ما عندهم نظافة، يتحماموها ولا يلبسوا ولا يغيروا، ولا ما خلتوها احد يساعدوهم، ياتهم اكل، ياتهم ملابس، ياتهم اقراط، ما خلتوا، ولا انتو ما تقدروا تساعدوها، حرام. كيف تعقبوهم كده؟ خلاص انتو ما تبوها أبشية، ارسلوها على البلادهم، لا تعقبوها، لا تعذبوها.
حرام عليكم، الحين وقت برد، يموتون بالبارد بالجوع، زيادة انتو تفتحون على حدا مكيف بالأرض، يلومون سيراميك، يلبسوا الكيسة الزبالة من فوق، ينزل عليهم مكيف، هذا حريم، يجيبوا البيبي يولدوا جوات السجل، تقولوها أولادوها جوات الحمام، يولدوا جوات الحمام ولا يروحوا المستشفى ولا تخلوها محلات نظيف، كاللي تقولوا يولدوا على السجن يولدوا جوات الحمام، وين قلبكم؟ مو حرام عليكم تسوون كذا؟ وين هذا قلب؟ يعني وش صار لكم انتو؟ حتى انتو بالنفسياتكم ممكن ما تعرفوا وش تسوون. ليس ما خلصون بالجوات السجن، في ناس مليانين يقعدون بالواحد كرفة، 25 ناس يقعدون، 60 ناس يقعدون، 70 ناس بالجوات السجن بالكرفة واحد. ليس ما خلصوا حتى يطلعوا تمسكوها بلا سبب تداخلوها على السجن. هذا ناس في قامة ما في قامة تسوي كل ما بعد، ممكن 25 سنوات هذا بلا جلس يدفع على الكرامة على الإقامة، تمسكوها تداخلوا سجن ما تقولوها وليش جات وش سبب على طول تسووها بلا، هذا محرم عليكم وش تسوون انتو؟ خلاص انتو ما تبوها بالشياسة، أرسلوها على البلادهم، ودوها على البلادهم، ما تقدروا تساعدوها؟ خلي في برا ناس يقدروا يساعدوها في عبشية، في أخوانهم، في فاميليتهم، يساعدوها يدخلوها لها أكل، يعطوها ملابس عشان ما يموتوا، ما يتعبوا من برد. تولوا وقت بارد، انت من دقيقة واحد ما تتحرك على الشراب، على الجاكيت، على الملابس زيادة. هذا ناس قاعد بالواحد ملابس بالكرفة واحد مثل جريمة، ما سوها جريمة، هذا ناس سوتوها مثل جريمة، ما عندها ملابس كويس، انت ما تتحرك من سيراميك على الشراب على الملابس مثل ما قلت لك، بس هذا ناس يقعد بالسيراميك، يقعد بالارض، ما عندها ملابس ولا يتغير ولا يلبس زيادة، يعني وشو هذا كده عقوبة؟ وين بالدين قرآن؟ وين حديث بالهذا؟ انتو تاقوها ما في حديث ولا قرآن، نحن ما شفنا بالقرآن ولا شفنا بالحديث، في كده مسلم يتاقب على المسلم، انتو ما تقدروا تساعدوا، خلاص من برا ناس يساعدوه، يعطوه ماكيل، يعطوه ملابس، انتو ما خلتوها يعطوه ملابس ولا خلتوها يعطوها أكل، ولا انتو ما خلتوها يعطوه أكل، يموتون، خبز واحد ياكلون رجاجلين، إلا عليك أنت تأكل واحد خبز، أنت ما تشوى 5 خبز، أنت ما تشوى 3 خبز، بس ياكلون واحد خبز رجاجلين، هذا عادل؟ هذا مو حرام؟ أنت ما تسوي على الأحلك على الفاميليتك تاكبها تاني ناس غيرك، هذا ناس مساكينين، ممكن أنت عندك شيء، بس تاكبوها تسووها كده حرام عليكم، خافوا من رب العالمين، اتق الله يا ناس. ليش الله سبحانه وتعالى ما يزال؟ يعني في كثير ظلم، في ناس مساكينين سووهم ويسووهم ظلم، يعني وش فايدة انت تصوم، انت تسلي، انت تسوي صدقة، اول شيء انت ما تندفت، اول شيء انت سوي ندافة على قلبك، بعدين انت سوي اي حاجة، عشان كده الله سبحانه وتعالى ايش يتقبل؟ يعني وش فايدة 50 مرة 5 مرة انت بتسلي، وش فايدة؟ ناس تعقبوهم مساكينين على البلادك جلسوا، ما تبوها ارسلوهم بلاد، ودوه بلاد، اعطوهم اكل، اعطوهم ملابس، اعطوهم شيء، في قدامات يشتغلون على البيوت 2 شهر 3 شهر يشتغلون، ما ياخدوها بلوز، ياخدوه بلوزهم يطلوهم برا، ترى بالبلادكم كتير في مساكين تعذبون تعقبون تسوون، يعني على كيفكم تقرأوها قرآن تسمعوها حديث، بس كتير تعقبوها، يعني انو ما تسمعوا حديث، انو ما تقرأوا قرآن، تعرفون قرآن وش يقول،
تعرفوا الحديث وش يقول؟ إيش قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بس أنتم ساكنين تعقبوا إنه يهودة، إنه جريمة، حرام عليكم، خافوا من رب العالمين، اتق الله، ما تبغوا أرسلوا بلادكم، خلاص لا تعصبوه. أنا عندي هذا الكلام، يعني أنت فكر من هذا الكلام عشان تفكر. ليش قلت لك؟ أنت بالوين ناس مساكنين بالوين؟ بالواحد دقيقة خلي أنت بالمحلهم، كيف أنت بتتحمل؟ ممكن هذا ناس مساكين يتحملوها؟ الله سبحانه وتعالى ليش ما يزال أنت تعقبها ناس مساكينين؟ يجبنا مريض، يجبنا ما نعرف عشي، بالحادة عقوباتكم ناس مساكينين. لا تنساها، فكر. بتمنى عليكم هذا رسالة يتوصل من كله عشان تفهموا، تشوفوا وش تعملوها انتو بالوين عالم، ناس مساكينين بالوين محل.